والله استاذي ضروريه طبعا التحديث مهم لانه يكون ناس ولادات جدد كذا عوائل انضافت عوائل جات رجعت على مناطقها فلازم هاي التحديثات تكون مهمه له خاطر اللي ما شارك قبل يشارك بالانتخابات المقبله ضروريه المشاركه لازم عجل شلون من يمثلنا العالم اللي ما شارك يعني حياثر سلب على الانتخابات طبعا انت تريد تغير شخص ما راضي عنه تسوي انتخابات على مود تجيب لي يديرك صح لما صح والله نصيحتنا كل أصدقاء أنه يشاركون خاطر يعني ما يبقى نفس الشخص يجوز هذا ما قدر يسوي شيء غيره يقدر يقوي ثانيا أكون ناس خريجين يعني مهلين المراكز لعل وعسى نحن دائما نقول لعل وعسى بلك تيجينا شخص يخدم هذا البلد والله أنا ساكن بحليلة بحليلة. احنا كنا حدثنا استلمت البطاقه مالك استلمناها بلا استلمناها بلا 2020 احنا ما نريد اصواتنا تروح هيك بلاش هاكو منهم انتخبناهم حشاك اصواتنا راح تيجي بلاش هالمره عاد نريد واحد كودن صاحب كلمه ونريد يفيد ربعه ويفيد ناسه واهله احنا ما نريد اصواتنا تروح هيك بلاش والله يكون الانتخابات ان شاء الله فعاله وما نريد من المرشحين انه بس اخلاص بالعمل وشغل يعني ان شاء الله اعمار اكو بس نريد الافضل والافضل تبعي منطقه سيدي انا حمام مقوشه الاغلبيه الشباب حمام مقوشه حتى رجال النساء حتى تقريبا ايش اقول لك ثلاث ارباع عم ظل ربع ما حدد يعني تقريبا نعم اقوى من الموصل والله يعني يشوفون يعني شويه اكو ان شاء الله اعمار وهذا يعني يقولون ان شاء الله نستبشر بخير انا حاليا بربيل وهاي المنطقه هي سكنها يعني التحديث مالك وين صار التحديث مالي بربيل كان اي تحكي لي عن اهميه المشاركه بالانتخابات يعني احنا امنيتنا وبك يصلح البلد هذا ان شاء الله واذا صارت ان شاء الله نقشع منه المناسب حتى يعني خلي اسمه رشحه تشعر انه اكو اقبال على التحديث وعلى التسجيل يعني اكو ساعي حاليا يعني سالتك الاصدقاء والاقاربات انه يشاركون بالانتخابات اكيد يعني يريدون هو هذا التغيير هوني بهذا البلد شويه يعني نشكر الله شويه صار تحسن هوني هذه امنيتنا حتى بركي الناس ترجع كذا